قبل ارحب ابو طحوس، بعيد عن الـ 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 كل شيء، ابي انطباعك الاجواء. والله ابو طحوس الاجواء ما ادري ايش اقول، لكن اللهم لك الحمد انا حاليا لفل الروقان عالي. يا سلام، يعني المكان هذا هادي وعند عطايا الله وبعيد عن ازعاج المجتمع وصجة العالم، مخك صافي ما في حد يشوشر عليك، وعند الوجه الطيب وعند الحال المبارك اقول يا الله الجنه بس. يا سلام، والله العظيم فعلا نحن مستانسين على ذي السنابات وعلى ذي الاجواء الحلوه، واللي منسنا اكثر واكثر نحن نشوف تفاعلكم وكلامكم الايجابي اللي جينا سواء في الخاص وسواء في تويتر، فالله يسعدنا وياكم في هذه الساعه المباركه. ابداح يا مرحبا، عطنا انطباعك بعيد عن كل شيء. أرحب بطحوس، أول شيء الله يبيض وجهك. أنا انطباع والله العظيم على قولتهم ما ينشرح، عند عطايا الله وعند طحوس بن غالب، جعل ربي يطول بعمره وجعل ربي يبارس لكم في حلالكم وفي مالكم. وشوفة عينك أجواء ما فلحك فايدة، هدوء عطايا الله مستانسين، ومثل ما تعرف عقب 3 شهور شيل ابوك حط ابوك. اليوم علقتهم صفاء ذهني، والله ان غسلنا التعب اللي راح كله في اليومين هذه، فالله يبيض وجهك ولا يهينك ابو طحوس. والله العظيم احنا سعيدين ومستانسين، جعل ربي يطول حياتك يا اك حلا، وافي بعلمك طيب، جعل ربي يبارك فيها. ومن يقول تويتر باقي وفاصل. الله الاجواء، اوف مصلين عقب الصلاة انسدحنا، وعلى ذي القمراء وهي الأجواء. يا معشر اللي على ضو القمر سائرين، ربكم عود موزن في علو وثمار. يا سلام، دوم بسلمومين، الله خيرها ما نفر وشرها. عاش عمي الاسد، عاش المغرب. ما شاء الله ما شاء الله على ذي الاجواء الفستانتكيه، ما شاء الله تبارك الله. وصليح نسيت بالخير، كيف الحال؟ شلون؟ طيب الله يبقيك. ابشرك طيبين وبخير، الله يبقيك. اخو سار وراك وراك اليوم ما شاء الله، الله يستر يا عمي، الله يستر. يا رجال معي كشاف هنا حق العقرب ذا، ادفع به العقرب. يوم جمع الصبح ابو كذا عبد حتي ادري قال الحرامي والله ما شلتين جدي العقرب كذا عن هي عيد ابوي ببشر، قال يا ابني اضربيني والله يا ابني اضربيني الحرامي ترى عيون غير احترم حلو الكلام. بغى يموت الا شيء بسيط دفع الحمد لله على السلامه.